السلام عليكم. وبعدين حجزت من على اكسبيديا وسافرت، رحت امتحن. حظي ان انا كنت حاجز الامتحان اصلا في شيكاغو، والانترفيو اللي جاتني في اخر ديسمبر تقريبا كانت في شيكاغو برضو، كوك كاونتي لو جون اتش ستروجر هوسبيتال في شيكاغو الينويز. فروحت ظبطتهم الاثنين، بس اكتر حاجه قدرت اظبطها ان انا همتحن السي اس افترنون سيشن، فهخلص 11 بالليل وعندي الانترفيو في كوك كاونتي الساعه 7 ونص الصبح. المهم قلت مفيش مشكله ورحت هناك، وحسيت الدنيا غريبه شويه مختلفه. يعني انا رايح ليله السي اس امريكا، لسه عايز اتعرف عليها ليله السي اس، الدنيا ملخبطه معايا شويه. المهم ان انا قعدت وركزت وكده، والسي اس بريباريشن كان مينلي من فيرست ايد، هو ده اللي مهم جدا. فيرست ايد ده مهم جدا، ويبقى معاك بارتنر قدر الامكان. انا عملت مع بارتنر على سكايب معظم الحالات، كنت انا بعمل الحاله وهو يعمل الحاله تاني ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، وبرضه حد من صحابي ما عملت معاه كده برضه ساعدني كتير ربنا يكرمه. ودخلت السي اس اكزام، طبعا فيري ستريسفول داي، انا شايف ان هو اصعب امتحان فيهم كلهم، اصعب يوم. كان فيري فيري تاف. شيكاغو جميلة والسنتر بتاعها كويس، however انا قابلت واحد يهودي هناك وكان سيء جدا وكان فيري مين معايا طول اليوم، معرفش ليه. يعني عمل حاجات انا مش عايز اتكلم عنها. المهم ان انا امتحنت السي اس وانبسطت جدا ان انا خلصت، ورحت نمت لي ساعتين وصحيت بقى اقرا شوية عشان انا رايح الانترفيو بتاع كوك كاونتي. وهي باي ذا واي انا عايز اتكلم عن المستشفى دي. المستشفى كويسه جدا، طبعا هيوج بروجرام انترنال ميديسن، انا كان جاي لي هناك انترنال ميديسن تقريبا 110 نايب او حاجه زي كده، يمكن اكتر من 110 نايب في الثلاث سنين، بياخدوا حاجه و30، عندهم نواب من 35 دوله، عندهم كل الفيلوشيبز ان هاوس تقريبا، حتى الكارديولوجي أقوياء، تريننج كويس، بس الإديوكيشنال أكتيفيتي بتاعتهم ضعيفة جدا 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 على حسب ما أنا شفته، بس ما أقدرش أحكم يا جماعة من يوم. بس هم كلينيكال براكتس قوي جدا، هم بيدوا جي 1 و اتش 1. البروجرام دايركتور سوجا ماثيو، دكتور سوجا ماثيو ات ذات تايم كانت فيري برو اكتيف و انثوسياستيك اباوت ذا بروجرام، وعملت محاضرة قوية جدا وكان يوم ظريف. كنا احنا يوم، طبعا اللي ما يعرفش كوك كاونتي دي من اكتر المستشفيات بتعمل تدي انترفيوز في امريكا، بيبعتوا بتاع 600 700 انترفيو، فعندهم في اليوم على الاقل من 20 ل 30 كانديديت بيبقى ويل بي انترفيود، فاي حد من الفاكولتي واي حد معدي في الشارع يعني بيجيبوه تعالى اعمل انترفيو مع الكانديديت ده. تمام. المهم كان يوم ظريف. اللي حصل كالاتي، ودي انا عايز اقول الاكسبيرينس بتاعتي، لانك لو انت مش مجهز كويس للانترفيو، من الحاجات اللي الدكتور محمد صلاح كان قالها والدكاتره زملاتنا برضو اللي عملوا شير على اي ام تار، لازم تجهز الانترفيو كويس جدا. انا طبعا كنت قايل شويه حاجات بسيطه ومجهز كلام بسيط، فما كنتش فيري ريدي، بس اقول لكم اللي حصل. انا قابلت البلمونولوجيست هناك اتندنج، والراجل ده قعد يسألني والكلينيكال اكسبيرينس واشتغلت ايه وعملت ايه، فانا قعدت اقول له. طبعا انا قلت له على الحاجات النيجاتيف اللي حصلت، مشكله الفيزا، مشكله ستيب 1 وكده. اكتشفت ده طبعا كان غلط، ما ينفعش ان انت تقول على اي حاجه نيجاتيف اثناء الانترفيو، دي غلطه. وريته الهاند بوكس اللي انا كنت طابعها، كان تو هاند بوك، واحد في التوكسيكولوجي واحد في الديبندنس والابيوز او الادمان، وكان مبسوط بيهم قوي لما شافهم وادهم لي كده. فقال لي تحب تسأل حاجه، فقلت له والله قول لي ايه هي السترونج بوينتس والنيجاتيف بوينتس في الابلكيشن. انا قلت والله يا جماعه لو مش هجيب حتى ماتش من الانترفيو دي يكفيني ان انا اعرف انا فين في الدنيا دي. قال لي يور ذا جود بوينتس از يور اكسبيرينس، يو هاف ان اكسلنت اكسبيرينس، والهاند بوكس دي والحاجات دي جميله جدا. قلت له طب ايه هي النيجاتيف بوينتس؟ فقال لي يور اكسبيرينس برضه. قلت له ازاي؟ قال لي انت عندك كلينيكال اكسبيرينس قويه بالذات في التوكسيكولوجي، احسن من كل الاتندنجز اللي عندنا، وده كود بي انتميتيتنج تو اتندنجز، في ناس تخاف تشتغل معاك من الاكسبيرينس بتاعتك.
طبعا اتفزعت اول ما سمعت الكلمه دي، يعني الناس خايف تشتغل، كان كل الناس بتقول لك اعمل طول ما انت قاعد في مصر اعمل كلينيكال اكسبيرينس دي هتساعدك. طبعا انا فوجئت ان لا هتساعد ولا هتنفع ببصله، بالعكس كل ما يعدي عليك سنين بره امريكا كل ما التشانسز بتاعتك بتقل. هما امريكا يا جماعه عايزه ناس فليكسيبل وعايزين ناس صغيرين نقدر نشكلهم، مش عايزين ناس كبار جايين ريجيد وجايين يفرضوا السيستم بتاعهم او جايين يمشوا بدماغهم، فهي دي المشكله. طبعا انا اتلخبطت كده، وبعدين قال لي بس انا اذا كان عليا انا ما عنديش مشكله انا ممكن اشتغل معاك نوت انتميتيتد، بس في ناس هتخاف. طبعا انا قلقت من ساعه ما سمعت الكلمه دي. المهم دخلت على الانكولوجيست بتاعهم، راجل فيري اولد، الراجل ما سالنيش ولا سؤال، قعدت اقول له ده انا عملت كذا ووريه الهاند بوك وبتاع، ما بيكلمنيش غير عن الديس ادفانتج بتاعت البروجرام، احنا ما عندناش جيرياتريك، احنا ما عندناش امبيلاتوري قوي، احنا مش عارف ايه احنا. فانا حسيت كده انهم خلاص بيقول لك يعني ايه انسى. المهم خلصت اليوم على خير وروحت ورجعت. كان يوم حتى كان يوم كئيب، كان في سنو ستورم في شيكاغو وانا ستاك في السنو ستورم، واضطريت ان انا امشي حوالي ربع ساعة، ويمكن كان الايس عالي جدا او السوري سنو كان فيري هاي، وبالعافية قدرت اوصل الهوتل بعد ما اتبهدلت. المهم ايه، رجعت تاني السعودية واستنيت ميعاد السي اس، السي اس ظهر نتيجته بقيت اي سي اف ام جي سيرتيفايد جاست 2 دايز افتر الديدلاين بتاع الماتش، فانا بقيت اوتوماتيكالي ويذدرون من الماتش بتاع 2012. قلت قدر الله ما شاء فعل هقدم في السوب، قدمت في السوب وطبعا طلع يعني صابونة كبيرة. ده معمول مينلي عشان الامريكان جراد، ممكن ناس اي ام جي يجيلهم، بس هيجيلك في مكان في قمة السوق وهيجيلك حاجة لا يمكن امريكا هيقبل بيها، فعشان تبقى عارف ده السوق. بعد كده جيت اقول لا والله ده انا عايز اعمل ستيب 3، وبدات فعلا ابريبير للستيب 3 وعايز اعمل يو اس كلينيكال اكسبيرينس. حد كان ساعدني ربنا يكرمه ويجازيه خير، بعت يا جماعه لفوق ال 500 ايميل ل 500 بروجرام عشان اروح اعمل اوبزرفر شيب ان شاء الله اسبوع حتى في اي مكان، ريزيدنسي كل البتاع، مفيش خالص 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 اي مكان. المكان الوحيد اللي قابلني مستشفى في سانت لويس ميزوري اسمها ميرسي هوسبيتال، وادوني شهر اكسترنشيب في شهر 12 2012، يعني يكون الماتش خلص والانترفيوهات خلصت او في عز السيزون الانترفيو. فالمهم ان انا قابلته مؤقتا لغايه ما الاقي حاجه، وربنا كرمني بأوبزرفر شيب في عياده برايفت بتاع الدكتور في هيوستن تكساس، وكان هو افلييتد مع سانت لوك ابسكوبال هوسبيتال، ودي افلييتد مع بيلر كوليدج اوف ميديسن هيوستن تكساس. فكنت بروح هنا شويه المستشفى وهنا شويه، طبعا الراجل ما كانش طالب مني ان انا اروح احضر، بس انا كنت بحضر كل يوم، اطلع الساعه 7 الصبح وارجع الساعه 6 7 بالليل 5 days a week. كانت very very good experience في الامريكان سيستم. وهناك قابلت دكتور هشام عيسى ربنا يكرمه وساعدني كتير واداني جايدنس كتير في حاجات غلط انا كنت بعملها، كلام كنت بقوله مش مفروض اقوله. لو انت يا جماعه كنت مدرس مساعد في مصر او حتى whatever، اوعى ابدا وانت في اي انترفيو تقول ان انت فاكولتي. معنى ان انت فاكولتي يعني انت كبير، وكبير ما ينفعش يرجع صغير تاني ببساطة. دايما قول I'm eager to learn، وانا لسه صغير ولسه قدامي كتير وعايز اتعلم. تمام. قبل اليوس اكسبيرينس حصل موقف برضو صعب. قبل ما اسافر بثلاث اسابيع او اربعة والدتي اتصلت بيا و طلع عندها بريست كانسر. نزلت جاري على مصر، عملت العملية وبدأت الكيمو، وانا كنت بين نارين، طب انا دني هنا، طب انا اروح اشوف اليوس اكسبيرينس. و actually يعني انا رحت شفت اليوس اكسبيرينس وعملتها. تكساس ميديكال سنتر قوي جدا، قوي قوي، ميثودست هوسبيتال يونيفرسيتي اوف تكساس، خطيره يا جماعه. طبعا انت ممكن تنزل في شيكاغو اللي هو الانترناشنال ايربورت، اسمه جورج دبليو بوش انترناشنال ايربورت،
لو انت عايز تدخل جوه البلد طبعا احنا معظمنا البادجت بتاعتنا محدوده، خد سوبر شاتل. سوبر شاتل مش عارف تدفع له حوالي 24 دولار وياخدك للمكان اللي انت عايزه انت وناس تانية، ويستناك قدام التيرمينال اللي انت هتوصل عليها. ده جميل جدا يا جماعه، وفيري فيري افيشنت. حجزت في هوتيل، انا قلت انا وحظي، كان فيو هوتيلز قريبه من التكساس ميديكال سنتر. الهوتيل اللي انا نزلت فيه كان اسمه جرين واي ان هوتيل، هو يعني زي موتيل كده، هيديك اوضه، الاوضه بالمطبخ والحمام، فيها الامينيتيز اللي انت محتاج، كلها ميكروويف وثلاجه كبيره وكل حاجه. هو ماشي قريب جدا ل اتش اي بي وكروجر، فتقدر تجيب منهم اكلك، مش هتحتاج انك تاخد مواصلات خالص، ماشي هتجيب كل اللي انت عايزه. قريب من ستاربكس، قريب من ماكدونالدز وويندي وبرجر كينج للي ما بيطبخش بقى زيي وعايز يروح يجيب اكل جاهز. انا انبسطت جدا في جرين واي ان هوتيل ده، وشفت ان هو كل مزايا فيه بتمشي 5 دقايق منه بالظبط تبقى قدام الباص ستيشن، الباص بيجي في مواعيد ياخدك للتكساس ميديكال سنتر. المسافة تقريبا 15 دقيقة، ودي حاجة كويسة جدا جدا جدا. الباص بيكلفك حوالي 1.25 دولار، فرخيص اليوم مش هيكلفك كتير. فهيوستن لو حد عارف يجيب فيها حاجة observership او حاجه، دي حاجه جميله جدا. نصيحه، لما تيجي تعمل observership كلم حد يكون attending او حاجه، وهو يديك ال observership، هو اللي هيخليك تيجي، وهو اللي هيدخلك الهوسبيتال، وهو اللي هيظبط لك كل البيبر وورك ده. فورجيت ان انت تبعت للبروجرام دايركتور او كوردينيتور للريزدنس بروجرام وقول لهم خدوني عندكم observership، انسى، مفيش حاجه كده خالص، انتهى الزمن ده. انا فاكر واحد زميلي كان resident بقول له اديني عندك observership، فقال لي بص يا محمد انا سهل ان انا اديك نيابه عندي، يعني اعرف اجيب لك نيابه. زميلي ده قال لي انا اعرف اجيب لك نيابه لكن ما اعرفش اجيب لك اوبزرفر شيب حقيقه. و جرين واي ان كان فيه عيب وحيد ان هو مليان هنود، والهنود فيه يعني كويشن مارك كبير حوالين الهيجين بتاعهم، فعندهم صراصير كتير، ودول الهنود في اي مكان في العالم عندهم صراصير، فانت يعني ممكن تجيب اي مبيد حشري وخلاص تموت بيه الصراصير. لكن غير كده كان رخيص جدا، كان بياخد منك 500 دولار في الشهر مونثلي ريتنج، طبعا رخيص جدا جدا جدا. قعدت هناك 3 شهور، هم شهرين وشويه بس، انا خدت لتر اوف ريكومنديشن 3 شهور من التو اتندنجز. واحد اداني لتر اوف ريكومنديشن كبير وقوي، واحد اداني لتر اوف ريكومنديشن اي كلام، بس مش مشكله، ما كانش معايا بديل. وجبت لتر اوف ريكومنديشن من الفايس دين في مصر عندنا، اللي هي كانت الهيد اوف ذا ديبارتمنت ايام انا كنت نايب، وده نفعني جدا. وجبت لتر رابع من السعوديه من اتندنج، من يعني كونسلتنت انترنال ميديسن. بس عايز اقول على حاجه يا جماعه، انا بتاع الكونسلتنت بتاع السعوديه ده، انا كنت رافع الليتر فعلا وعامل له ويف وكل حاجه وكان موجود، لكن انا خدت ديسيجن في الاخر ان انا مش هقدم الليتر اوف ريكومنديشن، هكتفي بالثلاثه دول. الغريب لما رحت الانترفيوز يا جماعه، انا لقيت الليتر اوف ريكومنديشن موجود في ثلاثه فايلز في ثلاثه بروجرامز، انا اصلا مش اسايند الليتر اوف ريكومنديشن ده ليهم. واستغربت جدا، انا ما قدرتش اتكلم في الانترفيوز، بس انا لقيته فعلا موجود في الفايل بتاعي يا جماعه في 3. غريب جدا من الاراس ان انت ترفع لتر اوف ريكومنديشن مش تعمل له اساين ويروح. خلوا بالكم، ما اعرفش ايه القصه، لان الناس لو انت جراحه ومقدم وعندك لتر اوف ريكومنديشن بطنه او حاجه، والجراحه وقع في ايديهم اللتر بتاع البطنه، فبتهيالي هيبقى شكلك مش ظريف. هقف عند الجزء ده واكمل في الفيديو الجاي.